معاشر المؤمنين قولوها بصوت واحد وبصوت واثق: الإسلام بريء من الإرهاب، الإسلام يحرم الإرهاب. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أحبتي في الله، افخروا بإسلامكم واعتزوا بأنكم من أهل الحديث، من أهل السنة، فإن ذلك خير كله. وقفوا في وجه الإرهاب والإرهابيين، ولا تسمحوا لأحد بأن يسيء إلى دينكم.